العصبة الاحترافية والتحكيم بشلو فشل ذريع بهذا الموسم، خاصة أنه موسم استثنائي. ملي كيكون عندك موسم استثنائي خصك دير تحديات. مرحبا، ملك التحديات. كونوا معك ناس اللي يشتغلوا ليلة نهار من أجل تطوير المنظومة، ولكن للأسف اليوم كنتكلموا عليهم هم من الأسباب والمسببات ديال الوضع الصعب جدا في البطولة الاحترافية. هذا حال لسان عدد كبير من المتتبعين والأنصار ديال الأندية الوطنية، وغنقول لكم علاش كيقولوا هذا الشيء. ملي كنتكلموا على العصبة الاحترافية كيقول لك ودي ما قدرتش تدبر بزاف الملفات، ما غندويش على الماضي والقديم ولكن غندوي على الجديد، ما عرفاتش اشنو دير في موضوع يوسف برشيد، علما بان القانون كيقول لك الا ما كانش عندك مدرب او مشى فخص المساعد ديالو 4 المباريات ويجي مدرب جديد. شوفوا شحال من مباراة لعبها الفريق بلا مدرب. فريق المغرب التطواني حاول بشتى الطرق انه يأهل لاعبين ديالو، راسل وسول، والعصبة في صمت وما تواصلت، ما قالت علاش ولا كيفاش ولا بلاغ. وما نساوش انه مؤخرا تومي سونغ اللاعب اللي جا للجيش الملكي دارت مراسلة وتصيفطات باش يعرفوا الحالة والوضع ديال هذا اللاعب اشنو كاين، واش يستافدوا من الخدمات ديالو ولا لا. دائما صمت وضر الحياة ودير شي حل مغار قاعدة. وغنبقاو نحكيو ونتكلموا على بزاف القرارات ديال العصبة اللي للأسف كنحاول ما أمكن أنني ما نبقاش ندوي عليها، ولكن ما يمكنش ندوي على واقع وحال كرة القدم بلا ما ندوي على العصبة. زيد على ذلك أنه لما كنتكلموا على السي عبد السلام بالقشور اللي هو رئيس العصبة الاحترافية اللي ما كيتواصلش للأسف، وما عرفتش علما بأنه أنا كنت من الناس اللي كنقول هاد السيد نارجة يعطي إضافة للكرة المغربية، فإذا بيا بكل صدق ما فهمت والو. عوض ما كان كيتواصل غلق التليفون. الو 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 الو. وما نساوش انه غنجيو نتكلموا على التحكيم وهو كاين في التنسيقيه، وانا هاد التنسيقيه ما فهمتش ما هو الدور ديالها، لان نورمالمون في العرف وفي العادي كاين اللجنه المركزيه وكاين المديريه ديال التحكيم، جات التنسيقيه شنو الدور ديالها الله اعلم. التحكيم كذلك الناس واللي كيتبعوا الكره كيقول لك ودي حنا ما بقينا فاهمين والو. في البدايه كانوا دايرين العرف ديال انه كل 3 غيجيو كيجلسوا كيبداو يعطيو على التحليل ديالهم على الحالات التحكيميه اللي كانت مثيره للجدل بالنسبه ليهم، وحالات اخرى اللي مثيره للجدل بالنسبه للمتتبعين ما كدوش. اليوم ما بقاش هذاك العرف ديال كل 3، ولات عرف اخر انه غيخرج السي الحرش وخرج في فيديو ووضح حاله تحكيميه واحده، وداروا قناه في اليوتيوب وقالوا هنا غنوليو كل حاله تارت الجدل غنجيو يجي السي الحرش وغيتكلم ويعطيكم التفاصيل ويدير السبوره بدا يشرح. عاود داروا بدعه اخرى انهم داروا فيديو، وهذا الفيديو ما بقاش فيه شي واحد كيتكلم بل كيقولوا لك ودي الخطا الفلان الفلاني، وكيديروا لك اللقطه وكيجيو في الجهه الاخرى وكيقول لك هاش كيقول القانون وقرا وسير في حالك. لا نوض سير في حالك، واخا نوض غير سير في حالك. اللي كنتكلموا على هذا الشيء كامل للاسف هو غيره منه، وبغينا المستوى ديالنا يزيد للقدام، ولكن المسيرين ديالنا جاوا حتى للمرحله الاستثنائيه اللي خاص يكون الجهد مضاعف باش اننا نخرجوا من هذه الاشكاليه ديال ان المغرب مقبل تظاهرات كبرى وغياب الملاعب والجماهير ما كايناش و و ومشاو نعسو رفيقي اللي معاك للسحور. فرجاء كنتمنى اللي ما قدش على المسؤوليه، ودي رساله لكل واحد، يمكن غيجيو عاد يقول لك شكون انت باش تقول لهم حطوا السوارت وسيروا بحالكم. ما نقولش لهم حطوا السوارت، اللي ما قدش على المسؤوليه يقولوا ودي عيت ويتفضل ويخلي شباب، لان في المغرب كاين كفاءات وكاين شباب اللي قدوا يسيروا ماشي غير البطوله، يسيروا بطولات. ولكن للاسف هذا هو الاشكال عندنا اليوم، كاين اللي عنده 3 و4 ديال المناصب وما عاطيهمش حتى ساعه في النهار.